السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الإعلاميين الصحفيين، إخواني أيضا الحضور، مرحبا فيكم. اليوم طبعا عندنا حدث مهم اللي هو إعلان الموازنة. مثل ما تعرفون حضرة صاحب السمو حفظه الله أصدر قانون الموازنة واعتماد الموازنة لعام 2024، وقضي بالعمل فيها إن شاء الله من 1/1/2024. طبعا احنا ان شاء الله ان تعودنا العام الماضي ايضا كان لنا لقاء معاكم مع الصحافه ومع الاعلام، نتحدث عن تفاصيل الموازنه والاهداف اللي وراء الموازنه وايش اللي احنا نسعى فيه دائما من خلال موازنتنا والتركيز وين. وهذه حتكون ان شاء الله باذن الله عاده يعني مستمره ان شاء الله، ان دائما يكون في تواصل مع الصحافه والاعلام على مواضيع الموازنه وايضا مواضيع اللي تهم لحوالي الموازنة، الاقتصاد المحلي وإيش سياستنا في موضوع الدين وإيش سياستنا في موضوع دعم الاقتصاد، إيش سياستنا في دعم القطاع الخاص وأيضا خلينا نقول القطاعات الحيوية مثل الصحة التعليم البيئة. هاي أمور هاي مهمة جدا ونحب نشارككم فيها، وطبعا هاي جزء من الشفافية اللي احنا صراحة يعني نتأكد دائما ان هي موجودة ودائما يكون عندنا شفافية في التعامل سواء مع المجتمع أو التعامل مع الجمهور هاي. وطبعا أحسن أداة طبعا أنتوا أخواننا في الصحافة وفي الإعلام أفضل أداة للتواصل مع المجتمع. طبعا مثل ما ذكرت أن احنا نحرص دائما، وزارة المالية تحرص على استخدام الموازنة كأداة استراتيجية لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات العائد الأعلى على الاقتصاد المحلي وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. أيضا تهدف الدولة إلى رفع كفاءة الإنفاق ووضع المستهدفات المالية التي تحقق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد. وأنا أعتقد هذه نقطة مهمة يعني ممكن نتوقف عندها، يعني أحد أهداف دائما الموازنات هو الاستدامة المالية، واللي نقصد بالاستدامة المالية أن يكون في عندنا اقتصاد مستدام، اقتصاد ريعي وليس استهلاكي، واقتصاد قائم أنه يكون مستقل بحد ذاته في المستقبل بحيث أنه يضمن نفس مستويات المعيشة للأجيال القادمة. فالاستدامة المالية هي أحد الأهداف المهمة جدا لتركز عليها الدولة، أنه مش بس إحنا نصرف على حسب الإيرادات فلازم يكون في تنسيق وفي تخطيط طويل الأمد بحيث نحقق الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية. هذه أحد الأهداف الرئيسية طبعا اللي إحنا يعني نتأكد منها إن شاء الله. أيضا إحنا في تركيز في الاستثمار على الاقتصاد المحلي وخاصة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو، وقد ساهم النمو في قطاع السياحة والثقافة وقطاع التصنيع والنقل والتخزين في تعويض الانخفاض الذي شهده قطاع الإنشاءات في فترة ما بعد استضافة كأس العالم. مثل ما تعرفون يعني كانت مرينا فترة مهمة جدا من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الاستثمار في البنية التحتية لمشاريع كثيرة، طبعا هي من ضمن خطة قطر طويلة الأمد، من ضمن رؤية قطر 2030، ولكن كان في حدث مهم وهو حدث كأس العالم اللي ساعدنا ان احنا نسرع النمو والاستثمار في هذه القطاعات. فطبعا لاحظنا في قطاعات كثيرة يعني نمت خلال الفترة الأخيرة، خاصة قطاع التشييد والبناء. طبعا حنبدا نشوف ان القطاعات الاخرى حين تاخذ دورها في النمو يمكن القطاع هذا يبدا ينخفض شوي شيء تدريجيا، وهذا طبعا هذا الوضع الطبيعي. ايضا احنا نحرص على مشاركه القطاع الخاص في مشاريع استراتيجيه التنميه الوطنيه، وسيكون للشركات المحليه الحصه الاكبر في لعب دور رئيسي في تحقيق الاهداف التنمويه للدوله. ايضا تستمر الوزاره في تعزيز خطط رفع الانفاق وتعمل على وضع آلية لقياس مخرجات الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم وتقييمها بما يحقق الخدمات الأمثل للمواطنين والمقيمين. هاي طبعا أهداف مهمة جدا، وهاي طبعا تأثر حتى على قضية إيش المبادرات اللي تأخذها الوزارة دائما في المستقبل، بحيث أن احنا نتحول يعني من ميزانية تقليدية لميزانية تواكب النمو تواكب التطورات اللي تصير، وهذا طبعا أحد أهدافنا إن شاء الله. أنا عندي طبعاً عرض إن شاء الله بنتوجه اللي هو راح نتكلم أول شيء عن الاقتصاد المحلي، المؤشرات الاقتصادية في 2023، توقعات النمو الاقتصادي، معدلات التضخم. أيضاً راح نتحدث عن الموازنة العامة، إيش متوسط سعر النفط اللي احنا اعتمدناه في 2024،
إيش الركائز اللي اعتمدت عليها موازنة 2024؟ أيضا راح نتكلم عن الموازنة العامة يعني كبنود، والإيرادات والمصروفات، وسياسة التعامل مع الفائض والعجز في الموازنة. أيضا راح نتكلم على توزيع الموازنة على الأبواب، القطاعات الرئيسية قطاع قطاع، أيضا مخصصات القطاعات الحيوية اللي تهم المواطن والمجتمع في 2024. راح نتحدث بصورة عامة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ودور الموازنة في دعم الاستراتيجية، أيضا دور الموازنة في تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا دور الموازنة في دعم توظيف أو استقطاب المواطنين إن شاء الله في العمل الحكومي، وأيضا خطة المشتريات الحكومية للعام 2024. أيضا راح نتحدث عن الدين العام وعن الإنجازات اللي تمت خلال الفترة اللي مضت وإيش نظرتنا المستقبلية، وعن التصنيف الائتماني للدولة وأهميته والوضع اللي أيضا حققناه من خلال الإنجازات الأخيرة. نتحدث أولا عن الاقتصاد المحلي. في النصف الأول من 2023 كان في نمو 1.6%، اللي هو نتكلم عنه هذا الناتج المحلي الحقيقي، لأن في ناتجين، في ناتج الاسمي وفي ناتج الحقيقي. الحقيقي 1.6%. طبعا الاسمي يعني يمكن ننظر حق السنة اللي راحت كان في قفزة كبيرة، كان تقريبا 32% كان قفزة في الاسمي. طبعا كانت مرتبطة بعاملين، هو عامل أسعار النفط العالمية، وأيضا كان في حدث كأس العالم هو حدث كبير وكان له دور كبير أيضا. فبس إحنا اللي همنا دائما النمو في الحقيقي، لأن النمو الحقيقي هو بالأسعار الثابتة. فواحد فاصلة ستة من عشرة حين بدينا نحس يعني إن بدأت مستويات النمو ترجع لوضعها الطبيعي، وهذا طبعا كان حتى في تحليل المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي لما راجعوا مستويات النمو قالوا إن كان يعني كان في قفزة، حين بدأت ترجع مستويات النمو الطبيعية، وهذا جزء منها الانضباط المالي، يعني أشادوا بالانضباط المالي موجود في دولة قطر اللي قدر يساهم في عملية إن إحنا نرجع على مستويات نمو جيدة اللي هي 1.6%. الناتج المحلي الهيدروكربوني نما 3.2%، هذا طبعا الجزء اللي يتعلق بالنفط والغاز. أيضا إحنا اللي مثل ما ذكرت إحنا لاحظنا إن 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 القطاعات الأخرى غير التشييد بدأت هي تأخذ الدور في عملية النمو. فلاحظنا القطاع الصناعي نما بنسبة 4.3%، قطاع الخدمات الإقامة اللي هم الهوسبيتاليتي أو الفنادق والطعام نمت بنسبة 14.5%، قطاع الفنون والترفيه وهذا طبعاً القطاعات المرتبطة بالسياحة أيضاً نما بنسبة 5.8%. ولو لاحظنا لو عندي سرد حق كل القطاعات تلاحظون معظم القطاعات صراحة ردت تنمو بشكل قوي، تعويضاً عن طبعاً الانخفاض المحدود اللي كان في قطاع الإنشاء والبناء. كان يعني أيضا شيء مهم صراحة كان في رقم قياسي اللي هو 3.54% سائح، يعني 3,540,000 سائح وصلوا قطر في لنوفمبر، وهذا رقم قياسي يعني لأول مرة نصل هذا العدد، وهذا يدل على إن خلينا نقول استراتيجيات الدولة والجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد يعني ماشي في الطريق الصحيح. نلاحظ أيضا نسبة الدين العام من الناتج المحلي يتوقع في نهاية السنة يصل ل 39.4%. وطبعا بس عشان أعطي فكرة، النسبة هذه كانت في 2020 كانت في 72%، وتحسنت ل 58% في 21، و 22 نزلت في حدود 45%، والحين وصلت 39%، وهذا إنجاز ممتاز، معناته أن الدولة قاعدة تسيطر على ديونها الخارجية وقاعدة تسددها بانتظام. ايضا لاحظنا ان معدلات التضخم بدات ترجع ايضا للمستويات الطبيعيه، 3% التضخم لحتى نوفمبر، ولكن التوقعات على نهايه السنه يمكن يصل ل 2.8%، وهذا معدلات طبيعيه ويعني ممتازه بالعكس لو قارناها بال خلينا نقول التضخم العالمي اللي قاعد يصير. طبعا هاي توقعات النمو الاقتصادي حسب تقرير صندوق النقد الدولي. التوقعات انها حتكون معدل النمو في المدى المتوسط 4.2%. طبعا يلاحظ انها حتكون في حدود الاثنين تقريبا لين 2025،
وبعدين لاحظنا في قفزة في 2026 و2027، وهذه القفزة مرتبطة إن في عندك اللي هو مشروع توسعة الغاز اللي إحنا نعرف عنه، إنه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 65% من عام 2026 و2027، والتوقعات إن حتى في بعدين في المدى البعيد يكون على مستوى 4%. طبعًا 4% للعلم هاي نسبة ممتازة جدًا، يعني هاي يعني كثير من الدول يعني تطمح لتوصل النسبة هاي، بس طبعًا احنا التركيز والجهود حيكون على القطاع الغير نفطي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب وحطت هدف ان 5% حيكون نسبة النمو القطاع الغير نفطي في الفترات القادمة ل 2030. فاحنا هذا لان هذا اهم يعني انجاز بيكون، لان انت قاعد يعني قاعد تنوع الاقتصاد وقاعد ما قاعد تعتمد على الغاز، وهذا اللي كنا نتكلم عنه الاقتصاد الريعي على المدى الطويل. ايضا لو شفنا لو حللنا نسبه الناتج المحلي في النصف الاول، مثل ما قلت كان يعني اللي ساق النمو كان القطاع الهيدروكربوني، زين، ويعني كان تقريبا 4%، ولكن مثل ما قلت الان في على المدى البعيد التركيز على القطاعات الغير هيدروكربونيه. ولو لاحظنا النمو في السنوات اللي راحت ترى القطاع الغير هيدروكربوني هو اللي كان يقود عمليه النمو. لو شفنا معدلات التضخم، طبعا هاي المصدر صندوق النقد الدولي يتوقع ان السنه هاي على 2.8 من 10، بس طبعا لو شفتوا المستويات مقارنه بالمستويات العالميه يعني احنا نسبه التضخم عندنا ممتازه، وهذه طبعا بسبب خلينا نقول يعني الوضع الاقتصادي في قطر، وايضا في جهود قامت فيها الدوله كثيره اللي هي خففت من حده ال خلينا نقول التضخم، اللي هو احنا التضخم اللي عندنا احنا تضخم مستورد نسميه، ما نسميه مش تضخم، مش منتج، مش عندك من منتجاتك، لان انت تستورد كثير من المواد او كثير من سواء ماشينز ولا حتى منتجات ولا مواد اوليه ولا حتى مواد بناء والاشياء هاي من الخارج، هي او حتى مواد غذائيه مثل ما عرفنا مثل ازمه القمح اللي صارت بعد حرب روسيا واوكرانيا، فهذه أثرت على الأسعار المواد المستوردة وطبعاً فسببت عندك. طبعاً الدولة أخذت عدة استراتيجيات يعني كثيرة للتخفيف من حدة هاي. طبعاً أحد الاستراتيجيات رفع المخزون الاستراتيجي، كان المخزون الاستراتيجي حق المواد الرئيسية كان من 3 شهور زاد لست شهور. أيضاً كان ألغت بعض الرسوم على بعض المنتجات لفترة معينة، وصراحة هذه إجراءات يعني جابت نتيجة ممتازة. إحنا لاحظناها إن لو لاحظنا التضخم في قطر حتى في عز التضخم اللي هو العام الماضي كان أدنى من أي مستويات في العالم. وطبعا الدولة دائما عندها استعداد في أي فترات أن تعمل بعض الإجراءات اللي تساعد في تخفيف من حدة التضخم إن شاء الله. الموازنة العامة، احنا راح نتكلم عن الموازنة العامة. طبعا احنا أحد الأشياء المهمة وإحنا يعني اسمه أنه نحط يعني سعر متوقع لسعر النفط، نحدد على سعر معين عشان نبني عليه الإيرادات اللي بالتالي نبني عليه أيضا يعني كيف عملية الصرف راح تكون. طبعا دائما احنا تعودنا دائما ناخذ سعر جدا متحفظ في موضوع تقدير أسعار النفط. ليش الهدف ان احنا ناخذ سعر متحفظ؟ الهدف منها ان احنا يعني يكون عندنا انضباط مالي، ويكون عندنا ايضا يعني نحط لأسوأ الاحتمالات لو صار اي شيء يكون على الاقل الموازنه تتناسب مع حدود صرف او حدود ايرادات متدنيه، وهذا هو صراحه دائما المنوال. فاحنا اعتمدنا سعر نفط 60 دولار، طبعا هاي بالتنسيق مع قطر للطاقه. طبعا للعلم يعني بس معظم المحللين يعني يتوقعون سعر النفط في 3 سنوات الجايه في حدود 80 دولار سنويا، يعني على اساس عشان اوريكم ان احنا كيف نحن متحفظين دائما في عمليه تقييم الايرادات. على ايش احنا ايش تركيزنا احنا في الموازنه لما نجهز الموازنه حق 2024؟ ايش التركيز يكون؟ اول شيء ان نخصص الموارد اللازمه لاستراتيجيه التنميه الوطنيه الثالثه. مثل ما تعرفون يا اخوان احنا الدوله او الحكومه تعكف على الانتهاء من اعداد استراتيجيه التنميه الوطنيه الثالثه اللي هي حتاخذنا ل 2030، طبعا كان في الاولى والثانيه وحين الثالثه، ومفروض ان يعني الحكومه ان شاء الله باذن الله يعني قريبا ان شاء الله راح يعلنون عن ملامح الاستراتيجيه هاي بالكامل. فكان احد الاشياء المهمه ان احنا نخصص الموارد اللازمه للمبادرات
اللي مبنية داخل الاستراتيجية هاي، إنها تكون مبادرات اللي هي مبادرات التنويع الاقتصادي، الاستثمار في المال البشري، في وأيضا في التكنولوجيا، في القطاعات اللوجستية. فمهم جدا إن الموازنة تدعم هذه القطاعات ويكون فيه موارد مخصصة لهذه المبادرات. أيضا مهم جدا عندنا موضوع رفع كفاءة الإنفاق. إحنا نركز دائما إن يكون فيه كفاءة في عملية الإنفاق، ويكون فيه يعني يعيد هندسة بعض الإجراءات، الهدف منها انه يعني ان تقليل التكاليف، ويكون عندنا موارد اضافيه للاستثمار بشكل اكبر في الاقتصاد. ايضا النقطه الثالثه اللي حنركز عليها دائما انه يكون نحقق او نوفر الموارد اللازمه للموضوع الانفاق العام حق الدوله، هو الرواتب، العمليه، تكلفه العمليات، ايضا قضيه الاستثمار من خلال الباب الرابع او المشاريع الراسماليه. فاحنا دائما نتاكد ان في موارد لازمه موجوده لدعم هذه الانشطه هاي. ايضا نقطه مهمه جدا يعني هو التركيز على تنويع الاقتصاد، وانه يكون اقتصاد يعني قابل للنمو، اقتصاد يدعم مسيره الدوله، وايضا في رؤيه 2030، وأيضا ندعم القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الخاص، بحيث أنه يكون قطاع قوي ويقدر يعتمد على نفسه، وأيضا يقدر ينمو حتى مستقبلا، لأن احنا نشوف المستقبل للقطاع الخاص وللتنويع الاقتصادي، هم اللي حيكونون أساس يعني النمو مستقبلا إن شاء الله. لو شفنا إجمالي الإيرادات، طبعا إجمالي الإيرادات في انخفاض، لأن سعر النفط اللي استخدمنا العام أو السنة هذه كان 65 دولار، 2024 بيكون 60 دولار، فحيكون انخفاض في الإيرادات بما يتناسب مع سعر النفط. وأيضا إجمالي المصروفات تقريبا في زيادة بسيطة من عام 2023. طبعا توقعات السنة هاي حيكون عندنا 1.1 فائض مالي، ولكن حيكون في سداد دين 7.3، فبالتالي أتوقع أن يكون فيه عجز نقدي. وهي طبعا أنا بغيت أفرق بين العجز النقدي والعجز المالي. إحنا عندنا فائض مالي ولكن عجز نقدي، يعني وإحنا حنبدأ تقريبا في يعني مستقبلا لما نعلن عن أرقامنا، نعلن عن الطريقة هاي شفافية أكبر، إن في الأخير صح قد يكون عندك فائض مالي ولكن أنت تسكر ديون فيه، وهذه فبالتالي حيكون عندك يا فائض نقدي أو عجز نقدي. لو شفنا الإيرادات النفطية مثل ما ذكرت، طبعا حتكون في انخفاض بحكم 60 دولار. الإيرادات غير النفطية في طلوع زيادة، وهي طبعا شيء جيد، معناته أن الاقتصاد قاعد ينمو، قاعد وهذا الناتج المحلي قاعد يزيد، فبالتالي قاعد يدعم الإيرادات الغير نفطية، وهذا طبعا هو الأمل على المستقبل المتوسط والبعيد إن شاء الله. المصروفات الجارية أيضا في زيادة، المصروفات الرأسمالية الثانوية في زيادة، المصروفات الرأسمالية الكبرى في انخفاض، وطبعا هذا متوقع لأن مثل ما قلت معظم المشاريع انتهت، يعني وبنية التحتية والمطارات والمواصلات والأمور هاي كلها، فبالتالي نتوقع أن يكون مصروفات الرأسمالية، ولكن اللي يصير يتم إعادة توجيه المصروفات. إن احنا يعني في الماضي كنا نركز على البنية التحتية وعلى الشوارع وعلى الحين نبدأ نركز على الاقتصاد، يعني وبالتالي حنبدأ نشوف في تغيير في نهج الصرف يتحول للقطاعات الاقتصادية. احنا طبعا عندنا يعني معادلة ثابتة في عملية التعامل مع الفائض والعجز، وهي معادلة يعني معتمدة وكل شيء. طبعا في حل وجود فائض في الموازنة، اول الأولوية لتسديد الديون، فما زاد عن ذلك نبدأ نستخدمه لتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي، وأيضا تعزيز رأس مال جهاز قطر استثمار، لأن جهاز قطر استثمار هو جهاز يعني استثمار للأجيال القادمة، وهو مهم جدا ندعم أيضا احتياطياته. في حالة وجود عجز يعني نعيد تمويل الديون، يعني إذا كان في دين مستحق نعيد تمويله أو نخليه على مدة أخرى، أو نلجأ لتمويل إضافي لعجز الموازنة من خلال أدوات الدين سواء كانت محلية أو خارجية. لو شفنا التوزيع على الأبواب ما بين 2023 و2024 تقريبا في تشابه كبير، يعني يمكن في تجاوز النسب، ولكن يلاحظ دائما أن الباب الرابع بدأ يعني ينخفض بحكم مثل ما قلت وفي إعادة توجيه للصرف. لو شفنا القطاعات الرئيسية،
القطاعات الرئيسية طبعاً الصحة والتعليم يستحوذون على 20% من موازنة 2024، البلدية 9%. طبعاً نلاحظ القطاع الرياضي في زيادة، ممكن واحد يسأل يقول احنا خلصنا من كأس العالم ليش بعد في زيادة؟ في عندنا أحداث كبيرة صراحة قادمة، وأيضاً يعني عندكم كأس آسيا وكأس العالم للسباحة وعدة أحداث رياضية، هذه طبعاً هي اللي كانت لها تأثير على الموضوع هاي. المواصلات لاحظنا ان في هبوط يعني جيد، وحكم ان معظم المشاريع انتهت اللي هي مشاريع المواصلات والريل والمطار، توسعة المطار، فلاحظ في انخفاض. تلاحظون ان قطاع الاتصالات او قطاع تكنولوجيا المعلومات هي احد القطاعات الواعده مستقبلا، حيزيد الصرف فيها تقريبا بنسبه الدبل تقريبا او الضعف. ايضا تلاحظون ايضا من ان بدا اعاده توجيه الصرف، تلاحظون السياحه هي احد المحركات للنمو المستقبلي، هتلاحظون السياحه ايضا والثقافه بدات ايضا يزيد الصرف فيهم، وهذا احد الاستراتيجيات اللي تكلمت عنها ان احنا اعاده توجيه الصرف من القطاع، خلينا نقول القطاع، خلينا نقول البنيه التحتيه والتشييد، للقطاعات الاخرى لدعم الاقتصاد. لو شفنا مخصصات القطاعات الحيوية في يعني وان سلايد أوريكم إياها بالكامل، التعليم، الصحة، التعليم 18.7 مليار، الصحة 21.8 مليار، البلدية والبيئة 18.2 مليار، الشؤون التجارية 3.5 مليار، البحث والتطوير 1,600,000، أيضا الخدمات الاجتماعية 5.9 مليار، الاتصالات والتكنولوجيا 3 مليار، المواصلات 4.4 مليار، الرياضة 8.8 مليار، السياحة والثقافة 2.6 مليار. وحنتكلم على القطاعات قطاع وين رايح معظم الصرف. طبعا الشرح اللي راح أتكلم عنه مش كل القطاع، طبعا القطاع فيه رواتب وفيه امور تشغيليه وامور ثانيه، ولكن ايش الاشياء المهمه اللي او الاستثمارات اللي قاعدين نسويها في هذه القطاعات وين رايحه اكثر شيء. مثلا عندك قطاع التعليم، انشاء اكاديميات متخصصه مثل مشروع اكاديميه ريناد، وهذه مصممه خصيصا لتلبيه احتياجات الناس المصابين بالتوحد. ما يوجد عندنا صراحه حاليا اكاديميه متخصصه، وهذه راح نستثمر فيها ان شاء الله السنه الجايه. ايضا بناء مباني مخصصه لكليه الطب في جامعه قطر، وايضا كليه العلوم، وهي مباني متخصصه ومتقدمه جدا يعني، وهذا لتعزيز بيئه التعليم المتطور وتسهيل فرص البحث العلمي للطلبه. ايضا مخصصات اجراء وتعديلات توسيعات في 16 مدرسه قائمه بهدف تعزيز بنيتها التحتيه ومرافقها الاكاديميه لانشاء بيئه تعليميه افضل واستيعاب الاحتياجات المتطوره للطلاب والمعلمين. ايضا زياده المبالغ المخصصه لقسائم التعليم للطلاب ذوي الاعاقه، هذا على مستوى التعليم. على مستوى الصحه ايضا اهم المبادرات في مستوى الصحه راح هو موضوع مستشفى السرطان، هذا مستشفى جديد ويهدف لرفع معايير رعايه مرضى السرطان، تقديم خدمات شامله ومتخصصه للمرضى الذين يكافحون هذا المرض، ايضا انشاء مستشفى للامراض النفسيه ومخصص لمعالجه مشكلات الصحه العقليه وتقديم الرعايه المتخصصه والدعم للأفراد المحتاجين. أيضا تجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية. طبعا مستشفى حمد فيه مشروع كبير، تلاحظون كان بعض جزء منه كبير حتى مسكر الفترة هذه، هو إعادة تأهيل مستشفى حمد بالكامل، وأيضا لتحديث المرافق الرعاية الصحية وضمان بيئة مواتية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة. وأيضا تصميم وإنشاء مركزين للرعاية الصحية، مركزين تقريبا من جديد يعني بالكامل، اللي هم ام غويلين ومدينه خليفه. بالنسبه حق البلديه والبيئه، طبعا عندنا احنا نستكمل خطه المشاريع المرتبطه بالطرق والصرف الصحي، وايضا موضوع تطوير اراضي المواطنين، وهذه احد الاشياء المهمه، تطوير اراضي جديده للمواطنين احد المشاريع اللي بتستمر يعني مع اشغال، عشان نتاكد دائما سنويا ان في توفر اراضي للتوزيع للمواطنين. ايضا تنفيذ واغلاق وتشغيل وصيانه مطمر النفايات القديم في مسعيد وام الافاعي، انشاء وتطوير مطمر نفايات صحي وهندسي جديد، تصميم وبناء مختبر الاشعاع لتعزيز القدرات البحثيه ومراقبه مستويات الاشعاع وضمان الالتزام بمعايير السلامه البيئيه، انشاء
مركز للبحوث البحرية وإعادة تأهيله للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري الغني، أيضا تطوير مراكز زوار في المناطق المحميات الطبيعية، وأيضا راح نبدأ في مشروع حديقة الحيوان. صار لنا فترة ما عندنا حديقة حيوان، فأعتقد حديقة الحيوان حتكون أحد المشاريع الحيوية في 2024 راح نبدأ في يعني في تأسيس إن شاء الله. على مستوى الشؤون التجارية طبعا المصروفات حتكون 3.5 مليار، وراح تتوجه معظمها لتعزيز البنية التحتية في منطقة مسعيد الصناعية، أيضا راح نستكمل المناطق اللوجستية، وهذه عند شركة مناطق الاقتصادية مثل ما تعرفون، وهذه تحسين الإجراءات أو القدرات اللوجستية وتبسيط العمليات ودعم الأنشطة التجارية الفعالة، أيضا مشروع معالجة مياه الصرف الصحي للمباني الصناعية لتابعة لوزارة التجارة والصناعة. احنا تكلمنا عن استراتيجية التنمية الوطنية، وأحد عناصر الموازنة صراحة هي دعم الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وصولا لرؤية قطر 2030. وطبعاً وأحد الأمور اللي أن تم تخصيص جميع الموارد المالية اللازمة للمبادرات المتعلقة بالاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهذه طبعاً وهذه المراكز وهذه المجالات الرئيسية الموجودة أمامكم اللي هي راح تركز عليها وراح نركز عليها، وحتكون الموازنة مسخرة لهذه القطاعات لكي نحقق هذه الأهداف. قطر مركز عالمي للتجارة، تطوير الصناعات الوطنية، توفير بيئة استثمارية واعدة، التنويع الاقتصادي، قطر مركز سياحي عالمي، متابعة التطوير اللوجستي، الاستدامة البيئية، التحول الرقمي في القطاع العام، تعليم عالي الجودة، وقطر مركز صحي إقليمي. أيضا لا ننسى القطاع الخاص، والقطاع الخاص يعني يمكن أحد أهم عنصر في التنمية الاقتصادية في الدولة، ولازم يعني نعمل خلينا نقول جهدا بحيث ان احنا ندعم القطاع الخاص من خلال إتاحة الفرص، إتاحة المشاريع، إتاحة الاستثمار لهذا القطاع، وايضا دعمه من ناحيه الاجراءات وتبسيط الاجراءات وايضا الرسوم الحكوميه والامور هذه. فهذه احد يعني القطاع الخاص هو في عمق يعني اهتمام الدوله. فطبعا احد الامور اللي احنا نتكلم عنها موضوع تطوير الشراكه ما بين القطاع الخاص او تحويل جزء من مشاريع حكومه واعطائها للقطاع الخاص. فعده مشاريع صراحه طرحناها السنه هذه، كان في مشروع تطوير مدارس في مدارس حكوميه استلمها القطاع الخاص، هو يطورها بالكامل ويدش في علاقه تعاقديه مع الدوله طويله الامد. كان في حزمة أولى وحزمة ثانية تقريبا حول 50 مدرسة، هاي استلموها القطاع الخاص. أيضا عندنا مشروع كبير من أحد المشاريع الكبيرة في عملية الصرف الصحي اللي هو مشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي، أيضا تم هذا تحويله للقطاع الخاص لاستثمار القطاع الخاص، والدولة دخلت معهم أيضا في عقد طويل الأمد. وأيضا قاعدين نشوف فرص أخرى لدراسة بعض المشاريع لتحويلها من الدولة إلى القطاع الخاص. على مستوى يعني دعم خلينا نقول الموارد البشرية ودعم المواطنين، خصصت وزارة المالية مبلغ بقدر 500 مليون ريال لتعزيز هاي لتوظيف موظفين جدد وفي الحكومة طبعا، وللعلم يعني هاي تمكين الموارد البشرية في سوق العمل. للعلم ان احنا في لين سبتمبر تم توظيف 2921 موظف في الحكومة، ولكن طبعا احنا دورنا لازم نركز هنا، مش بس الحكومة هي الهدف في التوظيف، الهدف ان احنا نخلق فرص عمل للمواطنين طبعا درجة اولى، طبعا فرص العمل تكون متوفرة للجميع لكن للمواطنين بشكل اكبر، والتركيز على القطاع الخاص ان نخلق فرص من خلال دعم الاقتصاد ودعم التنوع الاقتصادي، ندعم فرص العمل ايضا حق الشركات. فالشركات هاي كل ما يعني نمت وكل ما تحققت ارباح وكل ما انشأنا شركات جديده معناته فرص العمل للمواطنين قاعده تكبر. ايضا كل ما القطاع الخاص اداء تحسن ايضا يقدر يستقطب او يتوسع في اعماله، يقدر يستقطب مواطنين اكثر. فالهدف ان احنا نخلق فرص عمل بصوره عامه وليس من خلال الحكومه، لكن ايضا الحكومه احد المجالات اللي ممكن يعني تدعم خلينا نقول توظيف المواطنين،
وهذه دائما احنا سنويا نخصص مبلغ، وهذا تقريبا المبلغ هذا مسؤول عن توظيف 3000 ل 3500 مواطن ان شاء الله. خطة مشتريات الحكومة طبعا للعام 2024، هاي طبعا المناقصات اللي احنا نتوقع طرحها ان شاء الله خلال العام المقبل. مثل ما تعرفون يا اخوان، احنا وزارة المالية يعني اعتبارا من 2023 اطلقنا مشروع او مبادرة اللي هي اسميها ملتقى المشتريات الحكومية، يمكن وكثير منكم يمكن حضر الملتقى هاي. يهدف الملتقى هاي انه يكون في نوع من الشفافية من الحكومة في طرح مشاريعها وطرح نيتها في الشراء في المستقبل، بحيث ان القطاع الخاص يكون جاهز ويعرف ايش المشاريع وايش نوعية المشاريع وايش المواد المحتاجة الدولة وايش الخدمات المحتاجة الدولة على المدى الطويل، بحيث ما يكون في تخطيط، وبالتالي الشركات تقدر تخطط يعني قدراتها على هذا الأساس. وهذا حتكون عادة سنوية ان شاء الله، ان دائما سنوي نجيب الجهات الكبرى في الحكومة وتعلن عن خطة مشترياتها، بحيث ان يكون في وضوح وشفافية في التعامل مع القطاع الخاص. طبعا خطة مشتريات الحكومية عدد قيمة المناقصات بتكون 76.2 مليار، 116 مناقصة بقيمة 59 مليار من عند أشغال، 279 مناقصة من المؤسسة من الكهرباء بقيمة 8.9 مليار، أيضا مؤسسة حمل الطبية 1710 مناقصة بقيمة 7 مليار ريال قطري، وزارة التربية والتعليم 297 مناقصة 1.3 مليار. وفي نقطة مهمة صراحة، احنا طبعا ايضا هاي مشروع احنا بلشنا فيه اللي هو موضوع برنامج المحتوى المحلي او الان كنتري فاليو يسمونه بالانجليزي. هذا طبعا برنامج جدا مهم اللي هو اعطاء الاولوية في الفوز بالمناقصات او الفوز بالمشاريع للشركات اللي عندها محتوى محلي او تعتمد على منتجات محلية اكثر من غيرها. فطبعا هاي طبعا برنامج يعني كبير وعلنا عنه وعممناه على جميع، وصار شرط أساسي في مناقصات الدولة جميعها أنه لازم الشركة تقدم شهادة المحتوى المحلي، وكل ما كان المحتوى المحلي عند الشركة أكبر كل ما كان فرصهم في الفوز أكبر في المناقصات. وهذا طبعا إحنا أحد الأشياء اللي سويناها لدعم المنتج المحلي، دعم الاقتصاد المحلي، دعم الشركات اللي تستخدم خلينا نقول منتجات محلية أو تعين مواطنين. فكل ما زاد المنتج المحلي كل ما كان فرصته في الفوز أكبر. راح نتكلم عن الدين العام. أنا ذكرت طبعا كنت دخلتكم في سنوات طبعا 2020 يعني كان الدين العام في حدود 72% من الناتج المحلي، انخفض إلى 58% في 21، في 22 نزلنا إلى 42.5%. توقعات 2023 يعني تقريبا هي واقعية 39.4%. توقعات 2024 أيضا راح نخفض الدين بشكل وحننزل ل 37.4%. فالديون إن شاء الله من 2022 خفضت من 365 مليار إلى 336 مليار، ونتوقع إن شاء الله تنزل إلى 319 مليار في السنة القادمة. أحد الأمور المهمة دائما عند أي دولة وعند أي اللي هو يسمونه التصنيف السيادي للدولة، وهذا التصنيف يرتبط بأمور كثيرة. قدرة الدولة على التمويل، قدرة الدولة أو مؤسساتها، حتى مؤسساتها شركات التابعة اللي في الدولة أو تعمل في الدولة أو البنوك، قدرتها على الوصول للتمويل، سعر التمويل يكون سعر التمويل دائما مخفض، وأيضا دائما عامل جذب للاستثمار عامل كبير. كل ما كانت الدولة تصنيف الائتماني أعلى كل ما كانت قدرتها على استيعاب الاستثمار بشكل أكبر. فالحمد لله طبعا العام الماضي كان في عندنا أبجريد يعني أو ترقية من ستاندرد زنبور، رقونا من دبل A ماينس ل دبل A. أيضا موديز رفعونا من نظرة مستقرة لنظرة إيجابية، وأيضا السنة هذه فيتش رفعونا من نظرة مستقرة لنظرة إيجابية. وهذا الريتنج أو هذا التصنيف يعتبر الأفضل في المنطقة يعني، ومن الأفضل عالميا يعني على مستوى الدول المتقدمة كلها الكبيرة. شكرا جزيلا وإن شاء الله ما طولنا عليكم.